جزاكم الله خيرا. تقول: لقد حلفت على أبنائي بقولي أحلف بربي الذي خلقني لو تفعلون كذا وكذا، ولكنهم رموا بكلامي عرض الحائط. ماذا أفعل الآن يا فضيلة الشيخ؟ هل علي فدية أو كفارة؟ هذا يمين وليس نذرا. إذا قال تحلف بربي أن لا تفعلوا كذا ثم خالفوا وفعلوه، فإنها تجب عليها كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، ومقداره بالكيلو كيلو نصف لكل مسكين، يعني 15 كيلو توزعها على 10 مساكين، أو تعطي لكل مسكين ثوبا كما هو معلوم، أو تعتق رقبة إذا، وهذا أفضل إذا أمكن. هذه مخيرة، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فإنها تصوم 3 أيام. نعم.